بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. الفيديو اللي غادي نديرو اليوم عنده واحد الأبعاد، يمكن تكون إعلانية، يمكن تكون تجارية، يمكن تكون تعريفية، يمكن تكون كل واحد غادي يعتبرها كيفاش غادي ياخدها أو لا كيفاش غادي يفهمها. بالنسبة للبعض اللي كيتسائل في اليوتيوب، علاش ما كتعطيناش الدروس، علاش ما كتجاوبناش، علاش وعلاش وعلاش. أولا، اللي بغيت الأخوات والإخوان يفهموه هو أنه النوعية ديال العمل ديالي، أو لا ما هو العمل ديالي، هو مقطر في مجال تصميم الأزياء، مبطر منذ موسم 92-93، يعني تقريبا 30 سنة وما يفوق. تلقيت واحد تكوين أكاديمي في الدراسات ديالي المدرسية، يعني من الابتدائي الإعدادي الثانوي الجامعي، وما معاهد وما إلى ذلك. دونك هنا نقدر نبين بعض الشواهد اللي كتبين على هذه المسائل ديالي، ولكن لا داعي. يعني كاين بزاف ديال لي زاتيستاسيون، لي ديبلوم اللي خديتهم، والحمد لله المسار ديالي كان موفق. اشتغلت في مدارس حرة لتصميم الأزياء، تعليم تصميم الأزياء، اشتغلت في جمعيات وكنت فاعل جمعوي، تعاونيات وما إلى ذلك، عطيت الدروس ديالي. فتكوين عن بعد، يعني الأغلبية حاليا تبدأ تسول فين عندك المقر. هذا السؤال البنات يعني خديته أو لا تلقيته منذ سنوات، نقدر نقول منذ 10 سنوات، يعني فاش يالله شاهد اكتشف الفيسبوك وبدا كيحط فيه، يعني كنشهر فيه الانجازات ديال المستفيدات ديالنا، اللي كان البعض يعني من مدن اخرى في جميع انحاء المملكه كيتواصلوا بك تيقول لك فين عندك المقر. هاد فين عندك المقر هي اللي جعلتني انني نفكر حتى انا نكون قريب المتتبعات ديالي، واللي محتاجين الخبره ديالي، واللي محتاجين الارشادات والتكوين والتاطير والاشراف ديالي. تقريبا في الموسم ديال 2016-2017 هو فاش بديت التكوين عن بعد. هذا التكوين عن بعد ما جاش يعني بعشوائيه على اساس يكون مجموعات ديال الواتساب او مجموعات ديال الفيسبوك، بالعكس بحكم الخبره ديالنا وبحكم التكوين ديالي وبحكم التاطير وبحكم التجربه اللي دخلتها في هذا المجال، خلاني انني نقاد واحد البرنامج وواحد الطريقه ديال العمل اللي كتكون كتخلق الواقعيه في العالم الافتراضي. تنقول هذا كتخلق الواقعية أو الواقع في عالم افتراضي، لأنه فعلا في عالم افتراضي كنكونوا بعدين، تنكونوا كاين مسافة، كتولي غير وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات والآليات هما اللي كيشتغلوا، ولكن هذا ما كيمنعش أنه الإنسان خاصو يفهم متطلبات اللي باغي يتعلم. ملي تنقول هاد المسألة، عندي تجربة تبارك الله يعني مهمة في هذا المجال ديال التكوينات الحضورية. دخلنا هاد الغمار ديال التكوينات عن بعد، وحاولت ندير ميكساج ما بين، يعني خليط ما بين التكوين الحضوري أو لا نحقق الحضوري في عالم افتراضي. وبالنسبه للتكوين، يعني دائما كنؤكد عليه، البعض كيكون عنده ديجا تجربه في مجموعه واتساب او مجموعه فيسبوك او لا تسجل او لا انخرط عند واحد الانسان او لا انسانه اللي ما كتكونش عندها خبره في التكوين وفي التاطير وكيفيه البيداغوجي المسائل اللي كتعلم بها والطرق اللي كان المنهجيه وما الى ذلك. يعني كاين واحد العالم اخر في عالم التاطير.
ملي ما كتلقاش ديك تلبيه الرغبات ديالها كتصدم او لا كتحكم على هذا التكوين عن بعد بشموليه انه غير ناجح. كنبغي نوصل لكم بانه راه الدورات التكوينيه اللي كنقوموا بها كتدخلي لمؤسسه تعليميه، ولو انك عن بعد كتدخلي لمؤسسه تعليميه، كتلقاي الدروس ديالك، كتلقاي الشروحات، كتلقاي التساؤلات ديالك، كطرحي تساؤلات ديالك، كتلقاي الاجوبه عليها، كتلقاي تمارين وتطبيقات وتساؤلات من عند الاستاذه والاستاذ والمؤطر اللي معانا. كيكونوا عندك واحد الفضاء اللي غادي تقدري تطرحي فيه مشاكلك اللي كتعانيها في هذا المجال. كيكونوا دروس نظريه ودروس تطبيقيه وتمارين وامتحانات. كتكون التنافسيه، كيكون الاحترام المتبادل، كيكون احترام اوقات الدروس، كيكون احترام اوقات التطبيقات. يعني راك داخله مؤسسه تعليميه، يعني ماشي مجموعه كيف كتاخديها على فكره المجموعات. وغادي تعذروني راني ما كنعرفش ندير الاعلان ولا الاشهار، كنتكلم بكل عفويه وحط واحد النقاط اللي غادي نهضر فيها حاطها قدامي وكنحاول نرتبها. استغليت واستعملت التقنيات الالكترونيه والانترنت بما فيهم المنصات ديال التواصل الاجتماعي وبما فيهم المنصات ديال جوجل ميت والزوم لخلق لقاءات مباشره، وكل هذا باش نحاول نكون قريب لكم ونكون كنحس بالمشاكل اللي كتعيشوها ونعيش معكم التحديات والحواجز والعقد اللي كتكون عندكم. معنا واحد الطاقم اللي كيشتغل معايا اللي هو طاقم محنك كفء تجربة عالية بيداغوجيا ولا في تقنية التواصل يعني الكومينيكاسيون، وهذا الشيء كله باش نكونوا قراب لكم ونكونوا دائما معكم. كاينه واحد المساله اللي كنبغي نشرحها. هذه المساله ملي كتدخل للدوره التكوينيه، يعني كاينين البعض اللي كيديروا دوك الدوره التكوينيه ويغيب، على العكس مع شهيد موت كتلقاي دائما التتبع مستمر معاك القدر الى ما بالغتش نقدر نقول 24 ساعه على 24 ساعه، سبعة أيام على سبعة أيام طيلت المدة ديال التكوين. حتى بعد انقطاعك أو لا سالت المدة ديال التكوين كيبقى التواصل معنا. هذا التتبع اللي كنسميه أنا تأطير تحت الإشراف عنده واحد البعد اللي ما يمكنش البعض ما تيقدرش يفهمه. كاين جوج ديال الحويجات يمكن باش نشرحها ونوصلها شنو هو الاشراف او شنو هو التقطير تحت الاشراف. يمكن تسوليني على شي معلومه مثلا فين جات واحد البيجوتري يعني محل المجوهرات، غادي تقولي لي استاذ فين جات محل المجوهرات. معلومة غادي نعطيها لك، غادي تمشي للزنقة فلان فلانية في الشارع فلان فلاني رقم كذا أونفاصليه كذا، يعني على اليمين على اليسار حتى كتوصلي ليه. أنا عطيتك المعلومة ما كذبتش عليك، عطيتك المعلومة فين جا. التأطير تحت الإشراف هو منين تسوليني على هذا المحل ديال المجوهرات غادي نشد بيدك وغادي نمشي معاك حتى كنوصلك لهذاك المحل. في نفس الوقت ملي كتوصلي لهذاك المحل كتلقاي انتيا المسائل اللي كتحتاجيها فيه حسب الذوق ديالك، حسب الرغبة ديالك، حسب القدرات المالية ديالك، حسب 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 حسب. دونك كنوصلك يعني ما كنخليكش تضيعي الوقت لا في الطريق
ما كنخليكش تلفي، ما كنخليكش تعاودي تسولي واحد اخر اللي عاود يقدر يتلفك او اللي عاود يقترح عليك مسائل اخرى. كنوصلك لهذيك المعلومه اللي بغيتيها، اللي هي كمثال قلناها محل مجوهرات. هاد البرنامج اللي كنشتغل به الاخوات هو برنامج غني ومتنوع، برنامج قسمته على حسب الرغبات ديال التساؤلات ديالكم ولا المطالب ديالكم. دورة كوينية خاصة في التقليدي، دورة كوينية خاصة في لباس المحجبات، دورة كوينية في السروال والصاية، دورة كوينية في القميص والكوكس والمحجبات، دورة كوينية في لباس الصغار، دورة كوينية في وما إلى ذلك. يعني قسمتهم، كل دورة عندها مدة التكوين ديالها، وكاين فيها برنامج اللي هو برنامج غني ودسم، اللي هو برنامج ممنهج أكاديمي بطرق اللي هي بيداغوجية. فعلا كنمشي معك بالتسلسل، فعلا كنفرض عليك انك تحترم التسلسل ديال الدروس، تحترمي المراحل ديال تلقي الدروس، تحترمي المنهجيه اللي كنشتغلوا بها. ولكن علاش؟ باش ما يكونش فيك تشتيت الافكار. الاغلبيه اللي كنلاحظ هو البعض انه دائما تيبغي غير حاجه وحده، بغيت هاد الكسوه ولا بغيت هاد الطريقه ديال هاد الجلابه. في الدورات التكوينيه ديالنا ما كنعطيكش انا هذيك الجلابه، كنعطيك الطريقه اللي تقدري تخرجي بها هذيك الجلابه وجلابات اخرى او لفساتين اخرى. يعني كنعتمد على الكيف اكثر من الكم، ولو انه راه عندي الكم كثير، يعني حتى الكم ديال الدروس اللي كنعطيهم راه كثير، انما كنركز اكثر على الكيف. علاش كنركز على الكيف؟ لانه ملي كنربي فيك الطريقه باش انتيا تتعاملي مع الموديل من خلال لاباز اللي تعلمتيها، وتدخلي عليها اضافات وديري لها تحويلات، ويكون عندك واحد بعد النظر وتولي عندك رؤيه كبيره للمجال ديال الموضه، كنربي فيك انك تكوني مصممه ازياء. كنحاول نوصل لك الخبره اللي تلقيتها في خلال 30 سنه من تحديات ومشاكل وعوائق وحالات خاصه وما الى ذلك، كنحاول نلخصها لك ونعطيها لك بالطريقه باش تعاملت بها، بالطريقه اللي جربتها على ارض الواقع، بالطريقه اللي كتمشى عالميا، وفي نفس الوقت اللي كتكون تطبيقيه واقعيه ماشي نظريه. كنشوف البعض في بعض الفيديوهات في قنوات اليوتيوب، كنشوف دروس كنشوفهم في بعض الاحيان، رغم ان هاد القنوات كتلقى عليهم واحد عدد المشتركين يعني تيكون خيالي، لي في او المشاهدات على داك الفيديو كتلقاها طالعه بواحد النسبه ديال، يمكن الا كيحط شاهد واحد الفيديو كيلقى عليه 1000 مشاهده، بينما الاخرين كتلقى فيهم 100,000 مشاهده. انا ما كنطعنش هنا ولا كندير على شي حد، ولكن ملي كنتعمق في هذاك الفيديو، ملي كنشوفه كنلقاه فيه بزاف ديال الحوايج اللي يمكن يكلفوا ليا ديك التلميذه. ما تنقولش على التلميذات ديالي، كنهضر معاك انت كمتتبعه الفيديوهات ديال اليوتيوب. كنشوف بانه راه ما كتاخذي داك القياس اللي كيشتغل معاك به في ديك اللحظه، كنشوف بانه هذاك السيد او هذيك السيده ما كتشرحش اللي كنتي الدرس قد ما هو او لا هي كيشرح لراسو داكشي اللي كيدير. يعني ما كيحاولش يرتب لك المعلومات باش انت تكون عندك القدره او الامكانيه انك تغيري من المقاسات او تغيري من الموديل. هادو ملاحظات اللي كنلاحظو. بالنسبه الهدف من هاد الدورات التكوينية اللي كنهضر عليهم هو خلق أو لا تأطير واحد الفئة من مصممات أزياء اللي كيعتمدوا على نفسهم. أهم حاجة أنك تكوني واثقة في نفسك، أهم حاجة أنك تكوني قادرة تأخذ القرار الصائب، أهم حاجة أنك تكوني عندك القدرة على الإبداع. وهذا هو اللي كنحاولوا نأطروا فيكم ونخلقوا فيكم ونزرعوا فيكم خلال الدورة التكوينية. المسائل اللي
عشناها خلال 30 سنة ديال الخبرة، كنحاول نحطها بطرق ملخصة وموجزة وفي نفس الوقت غنية ودسمة. كنبغي البنات ديالي اللي كيتعلموا معايا يولي عندهم إمكانية على التعبير على المواهب ديالها وتحقق الطموحات ديالها. هاد المسائل هي كتحتاج واحد الدعم من الأستاذ ومن الأطر اللي معانا. هاد المسائل كتبغي واحد التشجيع، كتبغي واحد التكوين اللي هو سبيسيال. من تقول سبيسيال يعني خاص، وعنده واحد منهج اللي كنشتغلوا عليه كيفاش نبداو من الصفر ونوصلوا لواحد النقطة. على العكس يعني كملاحظات اللي كنلاحظها، انه كل مرة نعطيك واحد الكسوة، نعطيك واحد البينوار، نعطيك واحد الحاجة، نعطيك واحد الحاجة، كتبقي انتيا دائما تابعة ليا وكتسنيني متى ندير داكشي اللي انتيا كتسنيه مني انا نديرو. في الدورة التكوينية كنعطيك كيفاش تختاري داكشي اللي بغيتي من خلال الدروس اللي خديتيهم، ويمكن لك انك تجزيها او لا تطبقيها. وانا كنتكلم دابا حاليا غادي يكون البعض تيقول وشكون اللي غادي يضمن لي هادشي، ولا كيفاش غادي نصدق ان هادشي غادي يكون. اسهل طريقه هو انك تدخلي في اليوتيوب في قناه شهيد مول وتكتبي انجازات معاها شهيد مول، او لا ابداعات وحدها شهيد مول، او لا ارتسامات وحدها شهيد مول. ملي غادي يطلعوا لك لي فيديو ولا لي شورت، حاولي تشوفيهم، حاولي تشوفي شنو اللي كيديروا البنات، وكوني على يقين بانه راه فيهم مبتدئات من الصفر، وفيهم متمرسات اللي كانوا ديجا عندهم خبره، وفيهم محترفات اللي عندهم محلات ديال الخياطه، وفيهم اللي كيزيد اضافات اخرى من بعد حوايج اخرى اللي هو متعلمها. الدروس على اليوتيوب او الدروس ديال كقنوات في اليوتيوب، يوتيوب يعني منصة لإبراز واحد المعرفة ديالك كتوصلها للناس، ولكن ملي كتبغي تأطر او لا كتبغي تعلم كيخص واحد المنهجية، كيخص واحد ظروف اللي كتجعلك انك تتحكم في واحد العدد. حتى في خلال ذكر العدد غادي تلاحظوا بانه الناس اللي كيتسجلوا معايا راه كيعرفوا بانني عندي واحد العدد محدد اللي ما كنتجاوزوش في كل مجموعه، باش يبقى لي الوقت للمراقبه والتتبع والتصحيح ديال التمارين ديالكم والنقاشات معكم. كاين واحد مساله اخرى، بغيت نوصلها يمكن مشات ليا الفكره، ولكن على العموم اللي كان نركز عليه اكثر في الدورات التكوينيه ديالي، وهو ليس تعليم ديال الكم قد ما هو تعليم الكيف. تعليم ديال الكيف، لانه كاين واحد المثل الصيني اللي كيقول علمني كيف اصطاد سمكه ولا تعطيني صندوق ديال السمك، يعني ولا تعطيني السمك، يعلمني كيفاش نصيد. وانا ديك الساعه وانا وجهدي في الصياده ولا في الفصاله وفي الخياطه وما الى ذلك. الوغ الاخوات، كنتمنى انني نكون وضحت هاد المسائل ديال التكوينات، حيت كاينه دورات تكوينيه، كاينه متنوعه ومختلفه ومقسمه. الطريقه ديال التسجيل وما الى ذلك، وطلب المعلومات وطلب التسجيل، وهذا راه الرقم ديال الهاتف راه دائما كتلقاوه في صندوق الوصف او لديز فصل فيديو في الاعلانات اللي كندير. ما عليك الا تتحطي رساله صوتيه كتوضي فيها شنو اللي بغيتي، ومن بعد راه ملي كنحل انا الواتساب ديالي راه كنتصل بك هاتفيا. المرجو الاخوات اللي كتستعمل واتساب، يعني رقم الواتساب بوحدو ورقم ديال المكالمات،
تحط لي ميساج فيه الرقم ديال المكالمات لانني كنتصل هاتفيا. كنشكركم وكنتمنى لكم فرجة ممتعة ونتمنى